اهلا بكم من جديد. اكد معالي محمد عبد الله القرقا وزير شؤون مجلس الوزراء ان الشراكه الاستراتيجيه بين دوله الامارات وجمهوريه اذربيجان الصديقه في مجالات التحديث الحكومي تمثل نموذجا عالميا للتعاون الحكومي بين الدول الصديقه، يسهم في التاسيس لمستقبل افضل للمجتمعات. وقال معالي ان دوله الامارات بقيادتها الحكيمه تواصل المضي قدما في ترسيخ التعاون المثمر وتبادل الخبرات البناءه مع كافه دول العالم، مما يعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال كلمة رئيسية لمعالي ضمن أعمال منتدى أذربيجان للابتكار والتنافسية السنوي الأول الذي عقد برعاية فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ضمن مبادرات التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات والتطوير الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان. وكرمت رئاسة جمهورية أذربيجان معالي محمد القرقاوي بمنحه ميدالية جمهورية أذربيجان للتعاون، ذلك تقديرا لإسهامات معالي في ترسيخ الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجالات التعاون والتطوير الحكومي.